بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أخوكم حسن من قناة طوب زهرة. اليوم بغيت نتحدث لكم عن الموضوع تاع ارتفاع درجة الحرارة. بزاف من الإخوة بحثوا لي نباتات تاعهم كانوا ذبال ومسخانة، قالك فين نتعاملوا معاهم. مسخانة اللي هضرنا فيها في مواضيع سابقة، وهضرنا باللي لازم نوفروا الرطوبة، ولازم نديروا التغطية، ولازم نلايموا النباتات لبعضهم بعض. بغيت نعطيكم هذه الفكرة، مانيش حطها في القناة من قبل، بغيت اليوم نشارككم فيها. بالنسبة للنباتات، اليوم راهي درجة الحرارة ممكن جدا راهي توصل 42 و43 درجة حرارة، راهي سخونة بزاف بزاف، حتى الهواء راه سخون. انا كي دخلت هنايا لاحظت في البداية تاع النباتات تاعي، لاحظت انه هذه النبتة، هذه العذراء ولا القرطاسة الجيون تاع ذات الاوراق الكبيرة، صدتها مذبالة. تشوفوا فيها، راكم تشوفوا في الشكل تاعها ذبالت. هم كل النباتات راهم يقدروا يقاوموا، لاني المكان راني اخترت لهم مكان جميل، الا انه هي ما قدرتش تقاوم السخانه تاع هذا المكان. سما هذه دروك انايا نبدا، لازم عندي، لازم الفكره، لازم في بدايه الامور تاع السخانه كيما تشوف فيها، لازم نغير هالمكان، لانه هذا المكان مش مناسب ليه. كي نقول لكم المكان مش مناسب، دائما نفكروا باللي النبتة كل وحدة نختاروا لها المكان على حسب الحساسية تاعها مع السخانة ولا مع البرودة. كي نشوفوا هذه القرطاسة، كي تشوفوا فيها، تشوفوا فيها راهي مذبالة. ندو نمشوا بها خطوات قليلة، نصيبوها هاي عادي كأنها ماشي في منطقة واحدة. تسمى هذه الفكرة اللي دائما انا نبغي نوصلها لكم، يعني الفكرة اللي نبغي نوصلها لكم، يعني النبات انت تختار له المكان تاعو المناسب اللي يساعده. لماذا تشوفوا في هذه؟ هذه هنا راهي في مكان نقولوا شبه بارد. هذه مغطيتها، هذه مغطيتها، هذه الجانب مغطي. تسمى بالتالي راهي مورا نباتات، تسمى راهي موفرت لها الرطوبة المناسبة لها. تسمى بالتالي تشوفوا في هذه هاي، ونعود نشوفوا هذه، نسيبوا اختلاف كلي كانهم مش في منطقه واحده. احنا مش نهضروا المناطق بين ولايه وولايه، رانا نهضروا غير في نفس المكان. شوفوا الفرق بيناتهم، هاي اقل من 3 متر لعب الدور. ثم بالتالي انا هذه شان الحمد لله غنغير لها المكان تاعها، ونحطها هنا، نحطها هنا، لانه هذا المكان كما كنت دائما ندير لكم في الفيديوهات بلي اذا المكان عندي رطب جدا، لاني عندي العين هنايا، الماء دائما متوفر هنا، اكرمكم الله عندي ذيك تاع الصرف تاع الماء، يعني بالتالي هذا المكان دائما رطب. هذه بعد ايام، غدوه ولا في نفس الفيديو نخلي يوم ولا يومين، ونعاود نصور لكم هذه النبات ونصيبه مختلف على كيما كان. نعطيكم هذه النقطه واحده اخرى مهمه جدا، بزاف من الناس يوقعوا فيها. بعد ما يسيب النبات هكا تكون سخانة، يروح مباشرة يسقيه، القصد تاعو باه ينقذو، وهي بالتالي هذا خطأ. النبات نحطوه هنا، نعاودو نحولو له المكان تاعو ونخلوه إلى برد الحال. في المساء كي برد تبرد كل دي سخانة، ومنتوش التربة ومنصيبوهاش سخونة، نصيبو هنايا الجو عادي والجو يعاود يتأقلم عادي باه نسقوها. مستحيل انه نسقوا النبات وهو في السخانه ولا في درجه حراره عاليه ولو مذبان. نحافظوا عليه، نحولوه المكان يكون بارد ونخلوه لفتره مذبان، لانه درجه الحراره اللي راهي في التربه وراهي هنايا، بعد ما نسقوه مباشره رايح الماء راح يسخن بدرجه كبيره، ينزل في الجذور راح يقتل هذه النبته. خليها كيما راهي عادي. انا بعد المساء، بعد السابعه ولا الثامنه مساء، نجي ليها هنايا ونعاود نسقيها عادي، ما نتوشيهاش دروك. هذا من الاخطاء، هذا هو الموضوع اللي بغيت نحكي لكم فيه اليوم. حكيت لكم على تغيير المكان، والشيء الثاني هو الاهم شيء، ماشي كي نصيبو النبات مذبال نروحو مباشرة نحبو ننقضوه نروحو نسقوه ولا نرشوه، نغيرو له المكان تاعو حتى للمساء كي يبرد الحال الجو تاعنا، نعاودو نسقوه ونحاولوا نحافظوا عليه. نشوفوا راهي التاسعه ولا التاسعه ونصف ليلا، هاي تحسنت راهي خير كيما كانت. دونك انايا نسقيها، نزيد نضاف نسقيها لانه خلاص الجو برد شويه، خير كيما كان. نسقيها انا الكميه، غدوه ان شاء الله تصبح هديه.
سما هذه هي الفكره. الفكره يعني كي تكون سخونه ماشي راح نسقوها ثم. الحمد لله هاي بعد اليوم راهي دروك راهي 12 زوالا، هاي النبته تاعنا راني نقصتها ان شاء الله باذن الله، نقصتها راهي ما شاء الله راك تشوفوا فيها بعد ما سقيتها البارح في الليل صبحت مليحه الحمد لله. كما تشوفوا هنا السرخاس راه ما شاء الله تشوفوا في البريق تاعو، هاك تشوفوا في البريق تاعو لانه راه مكان جيد جدا. هاك تشوفوا ها هم راهم في نفس المكان نصيبهم. هذه ايضا كانت في الجهه الاخرى كانت التيار، شوفوا التيار هنا كيف دلها، شوفوا في التيار عاود غيرت لها المكان تاعها، غيرت هذو النباتات ما يحملوش التيار عاود غيرت لهم، هاهم تغيروا الالوان تاعهم تغير الشكل تاعهم راهم ما شاء الله. في نفس الوقت نعطيكم نبذه على البوتوس ديك اللي درناه المره اللي فاتت ودرنا مسكناها هنايا، قلنا شوفوا ها هو الشكل تاعو كيف راه داير. هذه هي في الاخير، نتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.